حبايبنا اللي متابعين وبيذاكروا ربنا يوفقهم يا رب العالمين. سؤال بيقول لي: يتغير الجهد في فضاء ثلاثي الأبعاد ومدينا معادلة للجهد 3x تربيع زائد 2y ناقص 5z، ما مقدار المجال عند النقطة 4 وسالب 2 وسالب 1؟ النقطة يعني هاي تمثل x وهي تمثل y وهي تمثل z. تعالى يا سيدي نعمل الشغل العالي. انا هشتق معادلة الجهد 3 مرات، مرة بالنسبة لإكس، مرة بالنسبة لواي، مرة بالنسبة لزد. هتبقى الإي إكس بتساوي سالب مشتقة الجهد بالنسبة لإكس سالب، يلا بينا نشتق، هنا في إكس زي الفل، يبقى 2 في 3 ب6 إكس. هنا في إكس، لا والله ما فيش، يبقى مشتقتها بصفر. هنا في اكس برضو ما فيش، يبقى مشتقتها بصفر. مع السلامة، والقلب ايه داعي لكم. هنضرب السالب اللي كل الطلبة بتنساها، نضربها جوه، يبقى سالب 6 اكس، عوض عن الاكس ب4، يعني سالب 6 ضرب 4 يعني يساوي كام؟ سالب 24. 4 في 6 ب4 وكام؟ 20. احنا كده جبنا المركبة في اتجاه اكس، احنا لسه ما حليناش، ها احسن تفرح وتقول ده ايه ده، خلصنا لسه. كده جبنا المركبة في اتجاه اكس، تعال نجيب المركبة في اتجاه واي، يعني الاي واي سالب المشتقة بتاعت الجهد بالنسبة لواي تساوي سالب. هنا في واي مفيش، يبقى زيرو. مع السلامة. هنا في واي، ايوه 2 واي مشتقتها ب2. في الجزء الثالث في واي، ما فيش، يبقى سالب صفر. اضرب السالب جوه ما تنساش، يبقى سالب 2. سالب 2 دي في اتجاه مين؟ في اتجاه واي، يبقى جبت المركبة في اتجاه واي. بالنسبة لي اي زد بتساوي سالب مشتقة في على مشتقة بالنسبة لزد، أصلا مشتقة الجهد بالنسبة لزد سالب، افتح قوس، الأولاني مفيش زد والتاني مفيش زد، يعني 0 زائد 0 ناقص 5 زد مشتقتها بناقص 5. اضرب السالب جوه يا عسل ما تنساهوش، يبقى 5. الكلام ده في اتجاه مين؟ في اتجاه زد. هات، يبقى انت كده جبت المركبة في اتجاه زد. جميل جدا. بقى عندك المتجه بتاع المجال، متجه المجال سالب 24 اكس هات ناقص 2 واي هات زائد 5 زد هات. هو عايز مقدار المجال، اقول له عينيا حاضر. يبقى الاي كمقدار هيساوي الجذر التربيعي ل24 تربيع زائد 2 تربيع زائد 5 تربيع. وانا بكتب كنت بقول لك الجذر التربيعي، يبقى اوعى تنسى الجذر التربيعي للاي اكس تربيع زائد الاي واي تربيع زائد الاي زد تربيع. واحد يقول لي طب انت ما عوضتش بالسالب ليه يا مستر؟ اقول له حبيبي التربيع هيشيل السالب، يعني هيساوي 24.6 فولت لكل متر. فين 24.6؟ الاجابة التانية. السؤال الذي يليه: موصل كروي مجوف نصف قطره الداخلي 5 سنتي، يلا بينا. نص قطره الداخلي اللي هو الار ان 5 سنتي، وهضرب في 10 اس سالب 2. نص قطره الخارجي ار اوت 7 سنتي، هضرب في 10 اس سالب 2. وضعت شحنة كيو عند المركز فنتج عنها مجال عند السطح الداخلي، يعني ده المجال اي الداخلي يتجه نحو مركز الموصل. احسب مقدار الشحنة كيو.
حلينا زيها كوبي اند بيست في الفيديو اللي فات او اللي قبليه. عندي هيكل كروي في نص قطر خارجي في نص قطر داخلي في مجال على السطح الداخلي نحو الداخل اللي عمله ده، ادي المجال نحو الداخل. ايوه انا سامع واحد بيقول ان الشحنة اللي موجودة في المركز سالبة، يعني كيو اللي هي في المركز سالبة لان المجال للداخل. ممتاز. طيب حضرتك كده عرفت ان المجال للداخل والشحنة سالب، تكامل على مساحة مغلقة اي دي اي تساوي الشحنة على ابسلون نود، اي مضروبة في مساحة الكرة 4 باي ار تربيع تساوي الشحنة على ابسلون نود. يبقى الشحنة بتساوي اي ضرب 4 باي ار تربيع في الابسلون نود. عوض يا برنس البرانيس وحط اشارة سالب عشان الشحنة تطلع سالب. يبقى 90 مضروبة في 4 باي مضروبة في نص القطر الداخلي 5 سنتي، يعني 0.05، وما تنساش التربيع، مضروبة في 8.85 في 10 أس سالب 12. يطلع الإجابة عندك سالب 2.5 في 10 أس سالب 7 كولوم. لو هو بقى إيه اللي احسب مقدار الشحنة، المقدار بيكون موجب يعني المطلق، يعني مقدار الشحنة يساوي 2.5 في 10 أس سالب 7 كولوم. السؤال اللي بعديه، عندي لوحان رقيقان لا نهائيان غير موصلين يا مستر، it's very important. ليه؟ عشان المجال للألواح غير الموصلة سيجما على 2 إبسلون نود، وضع كما في الشكل في الهواء هوائي، وكانت كثافة الشحنة على اللوح الأول سالب 5 مايكرو كولوم لكل متر تربيع، وكثافة الشحنة على اللوح الثاني سالب 6 مايكرو كولوم لكل متر تربيع. احسب مقدار المجال عند النقطة B، عايزين المجال هنا. حط شحنة اختبار يا سيدي، اللوح الأولاني يجذبها واللوح التاني يجذبها، يعني الـ E1 والـ E2 في نفس الاتجاه. E1 أصلا بيساوي المطلق بتاع السيجما على 2 إبسلون نود، يعني هيساوي 5 في 10 أس سالب 6 على 2 إبسلون نود، انت عارفها اللي هي 8.85، 10 أس سالب 12. يبقى ال E1 بتساوي 2.82 في 10 أس 5 نيوتن لكل كولوم، رايح ناحية اليمين. طلع ال E2 بنفس الطريقة، المطلق بتاع السيجما على 2 إبسلون نود هيساوي 6 في 10 أس سالب 6 على 2 إبسلون نود، وانت عارف قيمة الإبسلون نود هتساوي كم بالكالكليتر؟ 3.39 في 10 أس 5 نيوتن لكل كولوم. طب ما احنا قلنا الـ E في نفس الاتجاه، يبقى نجمع E1 زائد E2، يعني هنجمع الرقمين على بعض طلع الناتج بالكالكوليتر برضو 6.21 في 10 أس 5 نيوتن لكل كولوم، وطبعا رايح في اتجاه اكس، اكس الموجب، اكس هات تلقي نت. سؤال الأخير معانا في الحلقة ديت،
اوكي الاخير. السؤال الاخير بيقول لي وضع جسم مشحون، هذا الجسم المشحون شحنته 3 مايكرو تمام على محور اكس عند النقطة دي، يبدأ الجسم الحركة من السكون بسبب وجود شحنة تانية موجودة عند نقطة الأصل، احسب الطاقة الحركية عند مروره ب12 سنتيمتر. آدي يا سيدي رسمي كده تخطيطي، كان عندي شحنة قيمتها 8 ثابتة عند اكس بتساوي 0، دي قيمتها 8 مايكرو كولوم، وشحنة تانية كانت حرة موجودة عند اكس تساوي 5، عند اكس تساوي 5 سنتي، وكانت قيمتها 3 مايكرو كولوم، وكانت ساكنة برضو يعني ايه بدأت من السكون. تمام، ده الوضع الابتدائي الانيشيل. طب بعد شوية الشحنة اللي على اليمين دي حرة قدرت تمشي تتنافر مع الشحنة الثابتة، يعني أصبح عندي شحنة هنا دي زي ما هي ثابتة في مكانها عند إكس بتساوي 0، كان قيمتها 8 مايكرو كولوم، التانية مشيت زي الصاروخ بتهرب منها بتنافر وهي عند اكس بتساوي 12 سنتي. الراجل بيسألني طاقة الحركة بتاعتها بتساوي كم؟ في قانون اسمه قانون حفظ الطاقة، بيقول ان طاقة الحركة الابتدائية زائد طاقة الوضع الابتدائية تساوي طاقة الحركة النهائية زائد طاقة الوضع النهائية. طاقة الحركة الابتدائية 0 لأن كانوا الاتنين ثابتين، طاقة الوضع الابتدائية اللي هي كي كيو واحد كيو اتنين على ار انيشيال تساوي الكي فاينال، هو طالبها مني، زائد طاقة الوضع النهائية كي كيو واحد كيو اتنين على ار فاينال. فين ار انيشيال؟ ار انيشيال اهي 5 سنتي يعني 0.05 متر. فين ار فاينل؟ ار فاينل اهي 0.12 متر. تقدر تعوض وتطلع الناتج؟ ما اقدرش. ليه؟ ممكن اودي ده الناحية التانية بعكس الاشارة بالسالب، يعني هتبقى الكي فاينل بتساوي كي كيو ون كيو تو واحد على ار انيشيال ناقص واحد على ار فاينل. بعد ما خدت ده الناحية التانية بعكس الاشارة بقى بالسالب، خدت الكي كيو ون كيو تو عامل مشترك، يعني 9 في 10 اس 9 كيو واحد ب3 في 10 اس سالب 6 كيو اتنين ب8 في 10 اس سالب 6 واحد على الار انيشيال واحد على 0.05 ناقص واحد على الار فاينل 0.12. عوض وطلع الناتج هتلاقي طاقة الحركة النهائية بتساوي 2.52 جول، وهو المطلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.